كده هنا عندنا ايه؟ ابر ايت بدل ديستراكتد خالص بتحول فور سيرجيكال اكستراكشن. خلاص حاول افتح بقك كويس كده. ده الابر ايت اهو بدل ديستراكتد خالص. خلاص فاللي هعمله ان انا ايه؟ هحاول قبل ما اعمل سيرجيكال اكستراكشن ان بالفيتر احط ماسك المسكه طبعا بالليفت هاند اهيت صور ده شمال ماشي ده الرول بتاع الليفت هاند بالمنظر كده وسبورت الفلس خش تاني خلاص واحاول اعمل الدايركشن بتاعي بلاتل مش ايريكال واعمل ويدجنج بسيط كده خلاص. طب يا خلاص تسمع صوت قطع بس ها تخضش ها ماشي اهو كده ايه بص بص كده اهو بينزل كده افتح الاخر افتح اه كده الايه بينزل معايا. ممكن في حاله زي كده طبعا امسك بجوكي واحاول انزله لو لي ملكه خد بالك تشوبرستي اهي شايفين ازاي بص ايه شايف ايه بينزل اهو اهو تاني كده اهو سوري الدرس خش تمام كده اهو ضغط ده بس حبيبي خش تاني ايبيكال كويس كويس انزل ايد تاني اتعض على صبعي حبيبي اتعض على صبعي افتح بقى ايوه تمام كده خش تاني اكتر اولموست دن كده بقى ايه في لاكسيشن كويس معايا محسوس قوي هحاول اخش ايبيكال كويس اهو اه كده الحمد لله زي ما انت زي ما انت كده ايه الابر الحمد لله نزلت الثلاثه كلهم ماشي الحمد لله هو حظ تروت يعني الحركه اللي اعملها وقعت كده الشاشه في ايديا سكويز السوكت زي ما انت باشا ها زي ما انت الله ينور عليك اكتب بقى جامد كده اكتب جامد عض 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 بس خلصنا بصراحه شايف النور بس كده ايوه زي ما انت كده احط الشاشه كده خلاص زي ما انت قلت ماشي صبعي كده ماشي يبقى ايديا كلها بالمنظر اللي احنا شايفينه كده ايديا كلها كده اوكي الفيترو الستريت اهو خلاص ده عينيا اللي شايف بيها وبحس الايد بيتخلع ولا لا كده اهو ويدجنج 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 وبعد كده ابتدي الف كده لفه الموتوسيكل كده اهو كده يطلع معايا اهو خلاص لو ده لوز اقوم داخل اكتر كده واعمل كده اهو بس طلع معايا ماشي اهو ممكن جاي في بكر كده لو هو قعد تاني معايا اقوم ايه مطلع من البكر كده دي حل تاني او كده اهو مطلع كده معلش اقوم ضغط ده بس خلاص ده صوت ايه الفلتين بس الحمد لله اه كده طلع خالص معايا في كيرفيتشر فروت بتاعه ماشي خلاص الحمد لله زي ما انت زي ما انت طلع بس آه. ماشي ما شاء الله كانوا ثلاثة روت يعني مس الدرس درس خلاص نفس الشاشة اللي معايا دي كده نفس الشاشة اللي معايا اقوم حاططها كده خلاص وايه وداس كده يلا عدي امي عدي بس الله ينعم عليك شكرا هو مشكلته ان هو ايزوليتد خلاص مش كده ماشي خلاص فهو ايه المفروض اخش امسكه كده اهو بالطريقه كده ايديا اطلع جوه خالص الشمال ايديا بايديا كده اما اشوف ايديا اليمين بالطريقه دي كده بطن ايديا في بطن ايديا كده خلاص الفورسبس كده في بطن ايديا وماسك بايديا الشمال بالطريقه دي كده وابتدي اعمل ايه الحركه بتاعتي تمام كده اسمع صوت ابو اول حاجه ان انا ازق جوه خالص ايبيكال از ماتش از اي كان ايبيكال جوه خالص ماشي از ماتش از اي كان كده وابتدي ايه الحركه بتاعتي لينجوال وبكر ماشي انا هاجي كده بس عشان التصوير عشان زاويه التصوير هاجي كده بس ماشي اسمع صوت ابو ما تخضش ماشي ادي بقل خلاص واللينجوال بقل ولتل وابتدي تاكسيشن بسيط كده وابتدي ايه كده طالع معايا اوكي ادي تلات جذور ماشي زي ما انا كده شاشه في ايديا هكمل زي ما انا كده عشان هيطلع نفس البريميرا المقصوده ماشي في تعمل حاجه اهو ولا تمام تمام الحمد لله نفس الفكره ثانيه ماشي ادي البريميرا اهو هخش كده نفس الفكره اعمل ايديكال جريب بص المنظر كده جامد ازاي بالمنظر ده امسك جوه وابتدي اعمل ايه الروتيشن بتاعي واحده واحده روتيشن بالبريشر اللي جوه ماشي لغايه ما احس ان هو وصل لمرحله كويسه من الاكسيشن ابتدي اسحب بقى ايه باكولينجو بسيط كده باكولينجو بسيط اهي ماشي ادي الفور يبقى كده الايت والفور والشاشه في ايديا خلاص تعالى ناخد الجدر الاخير اللي فاضل ادي ايه اللاترال ممكن اسد نفس الفورس اهو زي ما انت اهو ماشي زي ما انت كده اهو كده عشان بس ايه ما يحصلش جاك ادي ايديا الشمال وادي ما بين ايديا الاثنين اهوت هبتدي اعمل ايبيكال از ماتش از اي كان برضه هزق جوه كده ماشي وبعد كده امسك وابتدي ايه؟ اه طلعت ايه؟ بلاتر وسكويز السوكت بايديا كده ماشي اخر حاجه خالص
كميه الايه البريشر كده. الله ينور عليك، عض كده جامد، عض جامد بس، الله ينور عليك، اقفل كده بس، اقفل، شكرا. ماشي ايوه يا زلمه، ماشي ثواني ماشي زي ما انت بقى شوف كده. ماشي ادي كده الاخير اهو، الوضع بتاعي الليفت هاند موجوده ايديا كده على ايه، على دقن العيان نفس المنظر اللي قلنا عليه بتاع الليفت هاند. خلاص تمام كده. حاجه ثانيه، نيجي احلى بقى ان شاء الله، هستخدم الفيتور، ادي بوز الفيتور اهو، هستخدم الشاشه احطها لينجوال. ماشي حط هنا ما بين الجذور كده واعمل لوجنج. تحس بص 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 خلاص. ده سهل جدا مفيش مشكله خالص، انا بس ايه قصدي اوصل الفكره ازاي. خلاص انا شايف الشاشه جدا، هخش برده ما بين النبرنج وبين السنه واعمل ووجنج كده اهو، بس حتى لو فرقت اهو جاي ايه في الشاشه. ماشي طلع ايه الجد التاني اهو، الحمد لله. خلاص ادي الجد التاني ونفس الشاشه اللي انا سيبها دي كده اهو، احطها كده اهو واعمل بيها سكويزنج للسوكت، مفيش حاجه تمام. قطع روحه ثانيه اهي، برافو عليك، الله ينور. عد اهو، عد، دوس حبيبي، دوس دوس، عد عد بس، شكرا. في احنا زي كده محتاجين الف باستي في المكان ده كده. خلاص ممكن نفتح ده المشرط الاول او ان امسك طوالي كده، ده شنو بنيها من المنظر. ماشي خلاص كده اهو تمام. ده كده اخش عليه الاسنان هخلعها، الضغط ده بقى اسمع صوت، بعمل بريشر جامد لجوه كده. ماشي هو زقك جوه، معلش اسم التقطع ما تخضش. ماشي احاول امسك ايه ديب جيب از ماتش از اي كان بريشر ووجينج، واطلع ايه بالكراين. اوكي خلاص. طيب اللاتر برضه نفس الفكره، دي جريب از ماتش از اي كان، ضغط اهو، ضغط ده عشان ضغط واطلع باللاتر. ماشي كل دوت المفروض فيه الشاشه بتبقى موجوده في البطن ده لو احتجتها. خلاص طيب سنترال استنى الجنب ده ليه كده. ماشي يلا هجينا برضه كده نفس الفكره، الناحيه الثانيه قلبت كده اهو، دي جريب از ماتش از اي كان ادي اللاترال. خلاص خد الناحيه الثانيه نوت برضو اهو، زي ما انت قلنا زي ما انت زي ما انت بعمل بشر جامد كويس كده. خلاص كده المفروض كده انا خلصت ايه خلع الجلد. الخطوه الثانيه هو ان انا امسك السكالب بتاعي او المشرط بتاعي وابتدي اشيل ايه الانترسبت البون عشان اقدر اعمل ويجن كويس. خلاص بابا في سنه كمان هتخلعها زي هنا دي برضو، انا مكسره خالص بتاع صوص هتتضاف للمجموعه بتاعتنا دي. ماشي دي خلاص الجروب بتاعها مسوس خالص الفور دي. ماشي الجد بتاعها ايه جوه مكسور، هاتي الفيتور، هاتي الفيتور ملهاش مركه دي خالص، وهاتي الريد زي ما احتياطي. خش هنا كده براحه، انا في عرض الفايف دي هسيبها عشان ايه، علشان نقدر نستخدمها في ان يتعلى عليها الدنشر بتاعنا كلاس او حاجه زي كده يساعده شويه هيركب. طب كده اخش براحه كده ووجينج براحه، بحاول اشوف مكان فيه ريزيستنس كده اهو براحه كده براحه، ما عادش بريشر ها، مجرد ووجينج بسيط كده، وابتدي اقلب ايديا احرك ايه الروتر ده روت. المفروض ان في هل في بكر تاني عشان كده او في بكر برضه. ماشي برضه هعمل وجه كده، التكيب بتاعي ايبيكل. ماشي بالراحه ما عملش بريشر جامد بحيث ما يحصلش سليبج ويروح على الساينس. مجرد ما حسيت ان هو ماشي هو حاجه، مجرد ما حسيت ان هو دخل كده خلاص ابتدي اقلب ايديا كده واسحبه، او ان انا امسك الريتس بتاعي. الريتس شكله عامل ازاي؟ الريتس بالظبط ده شكل دي من الريتس، ده شكل الريتس بتاعي مميز اهو، واليد بتاعته مميزه. خلاص برضه ممكن اخش هنا كده احاول عشان ماركيه جنب كده، وامسك الجدر الفاضي كده ضغط 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 كله مفرغ خالص. ادي الجدر الفاضي اهو، ده البقل اللي كان فاضي بتاع الفور. اوكي طيب نكمل شويه عندي خالص كده كده، الجدود دي كلها هتتشال المفروض العظم ده. امسك الاستابل بتاعي وابتدي ايه، عايز اعمل تيمنج طبعا الكلام ده كله. ادي الجنجفا اهي فتحتها كلها عشان انت ست البون ان شاء الله. خلاص عشان كده انت ست البون، عادي فلابه بسيطه كل ده انت ستمون ده المفروض يتشال ده كله. ماشي مشرح كده ابرست الفيتر وابتدي ارفع كل ايه الجنرال مارجن دي كلها عشان ده كله هيعمل لي ترومه جامده تحت الدنشر بعد كده بعد ما الشرح ده كله يتشال. ارفعه كده بالراحه لو في اي تعب نبينا بقى. خمسه بعد كده قربت العقل او البون نيبل
ماشي. ابتدي اشيل ايه اللي انت سبت البون ده. كل ده البني بس كلها بتشيل ايه؟ نعمل ده كله؟ معلش يا حبيبي صوب بس. ده كله هعمل ايه؟ مشكلة؟ حتى مهرز العدم يلا. اخر حاجة بعد ما خلصت الكلام دوت ان انا امسك البون فايل وابتدي اعمل فايلنج او تريمنج للايه؟ للشارب ايدجز بتاعت البون دي. طبعا بشتغل في اتجاه البول فقط لا غير، بولينج دايركشن مش اكتر من كده. كل شوية ماشي في نفسي بالطريقة دي كده واعمل ايه؟ بولينج اهو. اي حس كده ايه الايدج كده حامي كده، حط ايه ده واعمل ايه؟ بولينج كده كده تمام. ده الشكل بتاعي في الايه؟ في البولينج تمام. وارجع كده الفلاب واطمن كده مفيش حاجه شرب تحت ايديا عشان ما تعمليش تروما جامده للميكوزا تحت الدنشر. بدل ما دي ايه المنظر اللي احنا عارفينه النظري، انا بالكوبيا اللي اتحط على الجنجفا ونعلم في الطقم ونعمل ريليف ده كده بايه؟ بيست اوف ذا بيست كده بس كده فاهم. لو انا شايف ان في عندي الجينجفر كتير قوي ممكن اعمل جينجفر تريمينج بس استحسن جبت بسل معايا او تشوف فورسبس. ولو في اي زياده ممكن اخيط مين؟ اخيط واقطع البريل الزياده عشان يبقى ايه؟ مرتاح ومساعد نفسه اهو. يعني مثلا هوري كده حاجه زي كده مثلا، لو فرضنا ان هي اكسس شويه بعمل تريمينج لسه اساعد نفسي كده خلاص. اجي على دي كده واشيل ايه؟ حتت الزياده دي عشان اقدر اعمل تريمنج كويس للايدجز بتاعت البابيلي. بس يعني كويسه بالنسبه لي، مفيش عندي كساس، انا مش شايف كساس موجود زياده بصراحه. ربنا كويس اول باول كده من غير صرف يفتح انا نشفت اهو. يبقى انا كده ايه براجع تاني مفيش عظم ناشف معايا، مفيش حاجه مبزبزه او حاميه، الكونتور كويس، عامل سكويزنج للسوكت بايديا تمام كويس ماشي كده. هي جاهزه ان انا اعمل ايه الغرز بتاعتي. طبعا بيست اوف ذا بيست ان انا استخدم كوتشينو سويز لوك خلاص. مفيش دم كتير الحمد لله، فيزيكال سيتور شغال كويس معايا. هبتدي اعمل كده اريح العين شويه من الفتحه، عض هو شويه عض عض ريح ريح خليك قافل كده ثانيه. خد نفسك كده يلا بيها كده، هبتدي براحه كده نعمل كوتشوس لوك تاني مع بعضنا. كوتشوس لوك زي ما شايف كده، هخش اخد بايت كويسه من هنا كده عشان ما تشرمش. بايت كويسه اهي ادي واحده وعديها اهي كده كده ماسك من الطرف كده تلت وتلتين زي ما شايفين مع الطرف الايد دول. واسحب الخيط معايا ماشي واروح بلتل اعدي برضه بايت كويسه كده خلاص تمام. ده بس جوانتش لو سمحت عشان تبقى ترش بس عشان التصوير، ما ترش عشان التصوير خلاص. ارفع شفته عشان التصوير كده كده بس بس الله يعينك خلاص. اديك فيها كحول ما شاء الله. انا كده ايه بعمل ورز انتربتد عليها خالص اهي، مش هدي كده اخش بده الشمال كده بقفل اول واحده انتربتد تمام. سكويزنج سوكت زي ما انا كده انا كده دي اي اول واحده انتربتها خدها كده اهو، والاخيره في اتجاه معاكس زي ما اتفقنا ماشي. بعد كده اقدر اقص واقص ان اقص القصيره فقط منها واسيب الطويله زي ما هي كده عشان اعلى عليها واكمل عليها ايه الورده بتاعتي. بمسك الخيط تاني ايديا وابتدي ان شاء الله اكمل. والاول بقى كده ايه يبقى انا شايف نفسي عشان اشايف. ابتدي بقى اخش بقى كده برضو ادي واحده ميك شور دايما ان البايت بتاعتك تكون كويسه. وعدي بلتل دايما واخد بص ايه مسافه كويسه عشان ما تشرمش تمام. هنا بقى لما اجي اعدي كده اهوت ماشي ممكن ايه بص الخيط اهو لو انا شديتها خالص كده بقت كونتينوس. لا اللي هعمله ايه ان قبل ما اشد خالص خالص من هنا كده هقوم معدي مين دي كده ما بين الاثنين دول كده. يبقى انا كده عملت ايه اسمها لكيت او عملت لوك اوكي. ده كده لوك اهي وادي شكل وشدها. ده مقصود بكلمه كونتينوس ويز لوك. تاني كده نشوفها واحد اتنين بلاتة بهي افتح بابها كويس ماشي خلاص. وزي ما قلت لكم ممكن اهي ممكن اجي من هنا كده اهي ما بين الاتنين دول كده اسحب دي كده خلاص. شايف النص ازاي ماشي اشدها كده. يبقى انا عملت ايه لكتها كده اهي ادي لوك كده وشد عليها. كل واحده تشد على قبل منها تمام يلا وهكذا كذا غرزه على المنظر ده. ممكن اعرف تعدي البلد الاثنين مع بعضهم يدخلوا بركه بكر البلد اهي واخدها من جوه كده خلاص اهي اسحبها كده شايف ازاي من جوه ماشي عشان تلوكها.
هو ده المقصود بيه لوك كونتينوس لوك. دي تستخدم في الحته الادنشنس كويسه جدا، عيبها ان لو واحده فكت هتكر اللي وراها، فميك شور ان الخيط وانت بتاخدها انك انت تكون ايه عاملها وشدها كويس. انا هنا لسه ما عدتش ال ال مثلا اهي، ماشي بالمظبوط كده اوكي، كده شدتها وزق تمام. طيب المره الثانيه اللي بعديها هنتني على الوضع ده كده كذا غرزه، وفي الاخر نوصل خالص ان ايه اقول لكم الاخيره هتقفل ازاي. اسمعني مش هتعرف في صمت كده، خلاص احنا ايه شرحنا كويس، مش هتدخل شويه كده على بالناحيه ماشي. نحطها بايت اكبر شويه كده جوه دبس اكتر عشان ما تشربش. كده واحده البيت كمان اهي، مستحسن الشغل بتاعي يكون بابره راوند يا جماعه زي ما اتفقنا، ذكر راوند ابره كبيره عشان دي بتساعدني ان انا اعمل راونديشن كويس، وفي نفس الوقت بتكون حنينه شويه على الجينجر على الميكوزا عن الكاتنج، الكاتنج كويسه جدا للجلد ماشي. انا كده عدي من جوه اهو ماشي بحق يعني، خلاص خلصت خلاص بين جينات اخف شويه معاك ممكن بس طيب. الاخيره دي مجرد سوكت ما تهمنيش خالص. طب هقفلها ازاي دلوقتي او هنهيها ازاي؟ هنهيها بالمنظر ده كده، ان انا اشيل دي كويس كده في الايديه خلاص. هاجي هنا كده اخد واحده ليبيل عادي خالص ماشي، وبعدين البلثل عادي خالص يعني البلثل اهي عادي خالص ماشي. اللي هعمله بقى هنهيها ازاي وانا اشدها كده اهو خلاص اهي، انا كده عندي طرفين اهو طرفين خلاص، هعتبر دي اكنها انترفز عليه كده واحد اتنين الف دي وامسك دي كده عادي واخدها في ايديا واقفلها كده ده كده ركبتها عادي ماشي خلاص. واحد اتنين تمام، واحد اتنين كده انا ايه نهيتها خالص الحمد لله. الله ينور اهو، كتر خيرك على صاحبك معانا وطول البرك ماشي. انا دلوقتي ماشي دلوقتي كده الحمد لله كده بقت ناعمه كوتشينوس، مفيش اي شارب ايجز او اتشز، كل كده جاهز للهيلنج يحصل ويتعمل دنشر ان شاء الله عادي خالص. شكرا عضبه شكرا. السكس والسبن دولت مقصرين خالص ماشي، بدل السات زي ما شايفين، بص السبليت ازاي شايف السبليت ماشي، وده عباره عن ايه عن كراون. انا عايز اخلص من دي الاول خالص، فدي هشيلها خالص. اسمع صوت طاقه كده تخضيشها، هشيل دي كده طربوشة لو طلع بجدر خير وبركه، ما طلعش احنا كده كده عايزين نشيل ايه الجدر. طبعا انا ماسك هنا ايه ريد في ايديا خلاص، ريد اهو احاول اخش كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اطلع بالجدر ده او بالجزء ده من الكراون يعني، مش لازم خالص ومكسور ماشي. طب حلو يعني حتى نص الجدر، بص المنظر طلع بنص الجدر، اول مره اشوف منظر هي ختم عنده هنا ماشي، فبقيت الجدر حتى الميزو بقل يعني موجود ماشي. نحاول نسيبه كده نشوف منظر ايه. طيب احنا كده المنظر اهو بدل الستات خالص، المفروض طبعا ابتدي بالموست ديستل ماشي، المفروض ابتدي بالموست ديستل. طيب خلينا هنا كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنخش برده كده بالفيتور الدريشن بتاعي ايبيكال الاول ايبيكال، ابتدي الف كده اسمع صوت طاقه حلوه تطفي
ضغط 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 معلش خلاص خلاص الله ينور عليك خلاص انت تمام خلاص طلعنا عليك ماشي جميل جدا برافو عليك عايز ايه برضه اخش انا منزل كده شويه اخش اول ايبكال كده خلاص وتيجي الف كده لتحت بص المنظر بص على 7 دايركشن بتاعي ضغط صوت طاطا مفيش حاجه اوعي خلص اوعي خلص اوعي خلص اوعي ايدي خالص عايز طفي خليه يطفي حاضر ثانيه اشيل ده كده ثواني ثواني يا بركه الله ماشي كده التلاته دول طالعين من داخلها ماشي اهدي 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 مفيش حاجه مفيش حاجه اهدي خلاص طب اقفل كده نشوف كده تاني يبقى احنا كده خلاص نسيفن اهو عندي سكس البدله دي ست دخلت انا كده المفروض ايه الديستر خلاص هتلاقي كده احس ايه المنزل بروح ماشي برده ده الشمال هي مقفوله وفي نفس الوقت جوايا ايه الشاشه قلت امسك هنا كده السيارات دي وده كده حاسس بيها السيركس بيتحرك ولا لا واحاول ابعد قدر المستطاع عن الكراون ده ماشي هعمل الدريشن بتاعي كده اخش اول ابكر كده بسيط وتحس كده بس انا خايف ايه يفلت يجي في صبعي فهعمل كده وسبورتنج الفيس ماشي كده ايه خش كده مش شايف ننشف تاني ونشوف الدريشن بتاعي بقى تمام ماشي حسيت انا دخلت في حضن كده مش حاطه كويس هتلاقي الف كده ايه حركه الموتوسيكل اللي قلنا عليها كده نلف كده انا كده حاسس بايديا السكس ايه بيطلع قد ايه كده اهو طلعت خالص معايا الحمد لله ادي ايه الجدر الايه اللي كان مكسور والنص التاني بتاعه شفنا المز بكر ايه روطه ده بقيته ماشي بروح الجاي عندها جامد شويه هتيجي بروح كده فاضل لي ايه تاني نكمل الجزء ده برضو مش كده تعال شوف الفلته دي راح ايه بلته ماشي هنشوف كده امتى هنا امسك البريث رود ده جزء ده كده برضه طلع الجزء المكسور خالص ده الكراون ده الكراون فاضل البلته انا ما شفتش لا البريث ولا ميزو بكروت ماشي حاسب هنا كده اهو ادي الاثنين طلعوا مره واحده الحمد لله شوف كده ادي ميزو بكر الدست بكر ودي ايه البلته الروتر الحمد لله الاثنين طلعوا كده تمام الحمد لله تمام شفنا المزج بكر روت طلع على حتتين زي ما شفنا ازاي ماشي اللي هتعمل ايه دلوقتي سكويزنج للسولت كده اتاكد ان مفيش اي حاجه شرب الحمد لله خلاص ذات ست عند جامد التمي جامد ممكن اخد ستيتش كمان لو عايز الدنيا حلوه الحمد لله هجيبه كده انا مش عايز اخيط خلاص خلي مش مستعد التصوير بس يلا ماشي هاخد واحده كده ايه انا عايز اخد واحده بس ايه بتاع دوت انتربتد كده عشان هي مستاتيك يعني شوف شو لسه مفتوحه معايا برضه بقت كويسه اهي في النص بس الصوت اصلا ما بيتقفلش المفروض خلاص لما اقول بس كلها في ايديها كده اهي واحد اثنين نعمل كده اشد كده بس اهي ستي كده سوتشر اسمها ستي سوتشر عشان الجرح ملموم معايا خلاص تمام كده اوكي الغرض اسمها ايه؟ ستي سوتشر عشان نخلي الايدجز ابروكسيميتد لكن السوكت اصلا معروف السوكت ما بيتقفلش يعني السوكت ده مجرد ايه سكويزنج كده للسوكت مش اكتر من كده معايا لو عايز اقفله خالص طبعا لو في اورو انتر كوميونيكيشن لازم ارفع فلاب واعمل ريزنج للبروستيم عشان اقدر امطها واجيب الليبيال مارجن ده مع البلاتا مارجن ده تمام كده لكن انا مش محتاج الحمد لله مفيش سايد اوف ايه اورو انتر كوميونيكيشن معايا الحمد لله شاشه كده اكتب جامد وندي التعليمات وخلاص شكرا على الاخر خالص ماشي كده ماشي هنبتدي نلمس كده ماشي خش كده تاتش بون قرب شويه مش عارف اشرب البين كده فتحت ايه نروح ندخله خلاص هاجي نفتح هنا كده السيفن ادي البكر جروف اهو بنشف نفسي بايدي الشمال كده بنشف اول باول لنفسي ماشي كده عملت الايه كلافيكولر كده او السيرفايكل عملت له اكستنشن مع ديستن انسيجن ده بالنسبه لي مور ذان انف ممكن اجي هنا كده ماشي وعامل ايه الاوبليك انسيجن بتاعي اجينست بون نازل كده
تاتشنج بون وعامل اوبليك كده عشان يبقى الفيلة عريضه، اطمنت انها بعيده خالص عن ايه؟ عن الجهه بتاعي. والقاعده بتاعتنا بيك سيرجنز ميك بيك فليتس عشان ما تحصلش انها تتهرتك وتتقطع بالموتور واحنا شغالين، فده ما ينفعش كبير. نخش هنا اول حاجه ابتدي بيها ان احط المشرح بتاعي في الريدنج سيشن ده، وابتدي ارفع كده البروستا كده اهو، واجي هنا مثلا اتاتشمنت ده اقوم ايه عافي عليه كده ومشمره خالص كده اهي. يعني في هنا الانسرشن بتاع الايه الماسيتر مثلا كده اهو، برفع كل العرض كله يبان مع الجزئيه بتاعت ايه البروستا كله اهو. تمام كده كده ماشي في نفسه اهو، بيزو احنا افتح عليه خلاص يا باشا ماشي سعيد كده الله يرحمه كده. الاكسبوجر بتاعي ما خدش وقت خالص تمام ماشي، انا مساعد نفسي طبعا بس ماشي ماشي في نفسي كل حته شاشه واحده بس في ايديا عملت ريتراكشن كله اهو ماشي كده. ده البروستن ده الشغل ده خش تحت منه كده اعمل كده. الخطوه الثانيه ان انا احط لنفسي واكد كمان مره اهو لنفسي الشفاط الشفاط اهو ماشي هنا اهو، واقدر امسك المانيسوتا اعمل ريتراكشن كده احط المانيسوتا، بس انا كده جاهز لايه؟ اني اعمل الاستاتيك بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحس بالبريشر يا باشا ماشي؟ ميه فين؟ طب الجير جيز بيه ده صح؟ الجير هنا طلع بره شويه وهعمل اني ادخله هنا كده كويس يلا. ما عايز يكون كويس عندك يبقى واضح كده في السد جوه والجير يبقى واضح ماشي؟ انا بركز انا بساعد نفسي لامس الايد واعمل الاستيكل بتاعي ادي جسر اهو تحت جسر بنزل ايديكال ما يسيبش البير ما يسيبش الايد البير ما يسيبش الايد مش الايد يمسكها من الامن في اطراف البيت ماشي كل ده الاستيكل عبد ده من ايديكال انا بنزل ايديكال اهو وباكد ثاني مره انا مش بكسر في العظم اللي بكر ده انا بهنا اكني بعمل ريدكشن للايد تمام ماشي. ساعد نفسي بقى اول باول ما بحاولش امسك الاليفيتر الا لما اخلص كل الاستاذ بتاعي ده، قلنا هيبقى محبط جدا ان الحته تحاول تخلع ولسه ما خلصتش الاستاذ والكسر اللي حاول منه. رحت لسه للايت اهو بكر اهو كويس مش حاسس بروك قوي هنا مش باين في الاشعه كل ده انا فين بشيل البقل بون اللي داخل بايه بالظبط. انا كده خلصت خلاص فتحت صغيره خالص المحشوفين كده ماشي كل شويه كده ماشي. الله ينور عليك يا باشمهندس ماشي اخر مره مفيش منها دلوقتي ان انا اجرب ان امسك الانفيتر بره كده اشوف اذا كان في لك معايا ولا لسه شويه ماشي. انا اهو اخد نفسي خدها وقت خالص الحمد لله تمام كده وقف الشفاط شويه كده. ممكن العيان لو حصل فتيج او تعب من فتح بقه اريحه دقيقه كده ماشي اقول له كده وعض شويه كده ريح بقك اقفل كده اقفل 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 عض شويه تمام. هنحاول كده بالراحه كده الزاويه صعبه جدا بس احاول طبعا انا في ايدي الشاشه المفروض بحطها عشان احافظ على السليبج ان انا احط الشاشه دي كده خلاص لينجوال للمريض كده اهو عشان لو حصل سليبج جه فيه اهو ودي البوزيشن بتاع ليفت هاند ماشي. في شاشه ثانيه في بطن ايديا بطلعها ممكن هنشف بيها لنفسي كده عشان اشوف كويس انا احط الالفيتور فين اوكي. بجرب كده احس بالالفيتور كده احط كده في الميزيال ماشي صبعي ده على الايت وعلى السيفر عشان اطمن ان مفيش موبيلتي عليه وابتدي اخش الاوبليك اهو واعمل حركه الويدجنج بتاعتي تمام. هخش ابقى كمان شويه كده كنت حاطط الموبايل قدامي مش شايف مية مية الله ينور عليك. عادي الفيديو اهو انا اشوف المكان عادي كده باين اهو قدامي خلاص بعمل ويدجنج براحه وابتدي احاول اتخلع في الايد اهو ماشي شايفه بتخلع زي قدامي ماشي. ممكن اجي في البكر هنا وابتدي ايه اخش في البكر جاترنج عملته ده واعمل الحركه بتاعت الويدجنج اللي احنا شايفينها دي كده تبقى يعني كده مش شايف من ال الايد اهو ماشي بحاول اشوفه. طب هو ايه في لينجوال فيرجن شويه
ماشي، بس انا مش حاسس ان انا بيخش جدا، ده دي ايه يوزلس الحركه دي كده، بيحصل لي بيدفع. واضح ان انا عايز الفيتور ارفع شويه عشان يقدر يخش يعمل ودجنج ما بين ال8 وال7، فاستخدم واحد ارفع شويه. لا هو فين؟ ما تشرحش. لا اوري بالمره بس الرول بتاع الاستخدام اللي هي الكروس بار في المكان ده. البكر ابكيت والكروس بار اهو، بخش هنا برضه اهو بص البكر كده اهو في البكر جاترنج اهو في الجروف اللي انا عامله في البكر ده. بخش هنا بالفيتور كده اهو، بص اهو شايف الايد بتتحرك ازاي؟ ماشي؟ تخلص خالص واحده واحده ماشي؟ صوت صوت زحلقه كده بس عادي ماشي؟ خروشه دي معايا؟ بس يطلع زي كده الفيتور تطلع معايا الايد خالص. شايف بيطلع ازاي؟ ماشي في نفس الراحه كده اه. انا عايز ادور على مكان الفوركيشن اه 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 ماشي؟ طلع خالص بره مكانها. لو في ريزيستنس معايا هو مش قافل من دراعي، اقف تاني وابتدي ايه؟ اوسع شويه اه ماشي؟ اه كده طلع معايا كله. تمام كده؟ مشي الحمد لله. اوكي؟ شكل السكوت كده هعمل بون فايننج بس كده الايدجز دي لو في حاجه حاميه وابتدي اخد الورز بتاعتي الحمد لله. ادي الجهه بتاعه اول حاجه هبتدي بيها البيزنج سيشن ده هقفله من فوق هنا اول حاجه اخد دي كده ماشي وبعدين اخد ايه ماشي كده دي ايه قبل ما اديها بقيت المنظر خلاص نعمل ايه برضو؟ اه دي في ايدي كده ماشي تمام اه اصب دي كده الابره ما سبتهاش في ايدي الابره ماشي اهي حته صغيره اهي قدامي ماشي واحد اثنين امسك الخيط اقفل قاعد دي كده امسك ده كده ماشي وداخل بداية اقرب كده اهو تمام كده يلا ابرز البداية برضه مسافه واحد اثنين ودي كده اقفل اعدي اسيب ده كده ومقرط كده ماشي ادي اول غرزه الحمد لله. المفروض الثالثه المفروض يعني نظريا في الاتجاه المخالف اهو كده اهو كده انا خدت اول غرزه المفروض قفلت بيها الريزنج انسيجن ولم الجرح خالص في الاوبليك انسيجن ده ماشي اهي كده اهي وقطعها دي اول واحده تتقفل دي عشان ما يحصلليش ان الجرح يبقى مفتوح ناحيه ايه الاوبليك انسيجن. ممكن انا محتاج اخد واحد تحت منها اهي برضو بص ماسك ايه في ده زي كده بطن ايديا ماشي دي احسن حاجه في الوضع ده هي يعني كده يبقى كده عامل نفسي طبعا انا شغال من غير اسيستنت اهو باين قوي الموضوع بسيط وما خدش معايا دقيقتين الحمد لله ماشي زي اللي كده ما مسكش اتش يعني حتى لو اتش كده مرة اعديها كده بالراحه كده خلاص واقوم قافل ايه من هنا كده وسحب الابره كده تمام يلا هاخد الابره في ايديا برضه اهي هلمها في ايديا ماشي وبس الحته كده صغيره كده بره واحد اثنين خيط سد كده وندخل هنا كده واعمل كده ماشي يلا تمام كده اخر حاجه كده واخد دي كده انا قفلت ايه الريزنج سيشن خالص الحمد لله ماشي مساعد نفسي المقص او المقص طب بص ايه الغرزه كده فاضل ان انا اقفل السوكت نفسه ودي اسهل ما يمكن. ابره اهي تاني امسك الغرزه كده ماشي ممكن اعديها كده في بطن زي ما انا شايف كده افتح وشي كده اخر انا شايف نفسي بالراحه ما احبش لو راجل حد كوبرتيف كده زي الراجل التايب ده ماشي اهو عادي سيشن هاجي اخد هنا كده بايت كويسه كده مهم قوي الديستنس 7 دي ماشي ومعدي لينجول زي لسان كده مجرد بس اعديها لينجول كده ابره خلاص ماشي ونحط هنا كده ايديا سحب الابره تمام كده كده عديتها بص من الابره الخيط شغال معدي ازاي باين معاكي خش علي ماشي برضه الابره في ايديا ارميها كده واحد اثنين ومقرب كده وقافل الوندو كده عشان مش هقلع على فلاش انا ماشي اخر واحده خالص
واحد اتنين كده بقت كويسه كده اهي، شايفها معدية ازاي؟ ماشي سحب الابره كده، الابره معديه الحمد لله تمام ماشي. برضه امسكها في ايدي كده وخبرني من الابره عشان ما تشكش. ممكن احضر بقى فخيط كده ورا خالص اهي ورا امسكها كده وقرط عليها كده كده تطمن ان مفيش اوزنج او بليدنج هيحصل، انك انت عامل الغرز بطريقه اسمها هيموستاتيك، يعني معصر الغرزه جامد او شديدها جامد عشان ايه؟ ما يحصلش اوزنج للجرح بتاعك. لان ممكن الفاسكو ستريتور بتاع البنج يبقى عامل لك ماسكينج للبليدنج مؤقتا. يروح تاثيره يحصل حاجه اسمها ريباوند يبقى في بليدنج شويه. عشان كده ميك شور ان الغرز بتاعتك تكون كويسه. بص عامل زي كده خلصت كده خلاص الحمد لله. نعمل ايفالويشن كده الجرح بتاعي صغير خالص اهو خلاص على خير الحمد لله. ماشي؟ عشان كده يا باشا انك سمحت لنا بالتصوير كتر خيرك. ماشي عض كده عض جامد بس شكرا.